مواهب تدريبية كبيرة في الكرة المصرية، ولكن نسبة المدربين الأجانب زادت بشكل واضح. تفتكروا ليه؟ 7 مدربين أجانب في الدوري المصري في الموسم الجديد، أي ما يقرب من نسبة 40%، ده غير مدربي المنتخب الأول والأولمبي. هل هي قلة ثقة في المدرب المصري ولا تريح دماغ واستسهال؟ ده في الوقت اللي بنقول فيه إن مدربين مصريين كتير واعدين من حيث الموهبة، لكن التعليم مهم والرخص أهم، وده اللي غايب عن أغلبية مدربينا. زي ما إنك تشتغل بموهبتك في التدريب ده خلص خلاص وانتهى.